يعتبر مشروع تسميل العجول من أبرز المشاريع الفلاحية التي يمكن للفلاح المغربي التفكير فيها، لذلك سنتطرق في هذا الفيديو لأهم الخطوات والنصائح التي يجب على كل راغب في هذا المشروع الالتزام بها. اختيار سلالة عجول التسمين: يجب اختيار سلالة مناسبة تستجيب للتسمين بسرعة، فيتؤثر على معدل التسمين بصورة كبيرة جدا، فهناك عدد كبير من السلال أو سلالات لكن الكثير لا تستجيب لعملية التسمين، وهي غالبا سلالات لإنتاج الحليب. ومن بين السلالات ذات معدل النمو الجيد نجد الأزرق البلجيكي، الليموزين، سلالة الشارلي، وسلالة الإنجيس، وسلالة هيرفورد. كما يمكن الاعتماد على عجول محلية مهجنة مع هذه السلالات المستوردة أو على عجل عجول محلية يمكن تسمينها وبيعها بعد ذلك بثمن جيد. إذن في الدروس المقبلة سنرى إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة مواصفات عجول التسمين، العناية بالحالة الصحية للعجول، مكان التسمين، تقديم الإعلاف لتسمين العجول، وزن العجول ومقومات صاحب المشروع. إذن بالنسبة لهذا المشروع يعني تكلفته تقريبا سنبدأ بعشرة عجول، تكلفته تتراوح ما بين 120 إلى 150 ألف درهم. كل شخص لديه فكرة هذا المشروع ويحتاج تمويل يمكن أن يتواصل معي، كما أن الأشخاص الراغبين في الاستثمار يمكنهم الدخول معنا في هذا المشروع بتمويله كليا أو جزئيا، وأقل وحدة للاستثمار هي 10,000 درهم مغربي أي 1000 دولار. من يرغب في التواصل للحصول على المعلومات عن دراسة الجدوى فهي جاهزة، كما أحثكم على التشجيع في القناة للتوصل بالمزيد والمزيد من الفيديوهات التي تشرح أكثر هذا المشروع عما قرب جدا، وتفعيل الجرس كذلك.